لماذا أوراق النباتات خضراء اللون؟ في وقت ما في الماضي البعيد، استقر أسلاف نباتات اليوم فوق جزيء أخضر غريب ليساعدها في صنع الغذاء باستخدام الطاقة الشمسية. لا ندري على وجه التحديد من أين أتى ذلك الجزيء أو لماذا كان أخضر. أعني، لو كان أسود لكان أفضل بالطبع في امتصاص جميع ألوان الضوء، لكن حقيقة أن كافة نباتات الأرض تقريباً لا تزال تتبع وصفة الكلوروفيل تفيد حتماً أنه ينطوي على أكثر مما يبدو لنا. تحتاج النباتات إلى جزيئات امتصاص الضوء كالكلوروفيل لتفعل أمرين: واحد، امتصاص الطاقة الشمسية، الأمر الآخر نقل تلك الطاقة إلى الأجزاء الأخرى بورقة النبات بحيث يتوفر لها وقود لإنتاج السكر. تبين أن وجود جزيئات تمتص الضوء ولا تجيد امتصاص أطوال موجية معينة من الضوء ليس بالأمر الجلل حقيقة، لأن جزيئات كالكلوروفيل لا توجد على سطح الورقة فحسب، بل تنتشر في شكل طبقات بورقة النبات كلها. يزود ذلك ورقة النبات بفرصة كبيرة لامتصاص كل فوتون ضوئي يمر عبرها. فمثلاً، على الرغم من أن جزيئات الكلوروفيل تخفق للغاية في امتصاص الضوء الأخضر، فهذا البناء الطبقي يتيح لورقة النبات امتصاص ما يصل إلى 80% من الضوء الأخضر الذي يصل إليها. في واقع الأمر، إذا امتصت ورقة النبات كل ذلك الضوء الأخضر الذي يصل إلى سطحها، فقد يشكل هذا خطر امتصاص طاقة زائدة عن الحد بسرعة كبيرة، ومن ثم الإصابة بالمكافئ النباتي لسفعة الشمس. ثمة شيء نافع آخر في امتصاص الطاقة على هذا النحو المتناثر، وهو أنه بمجرد امتصاصها فإنها تنتشر بالفعل دون الحاجة إلى نقلها عبر أرجاء الورقة. وهذا شيء طيب، لأن العمل الفعلي على وشك أن يبدأ الآن. استخدام طاقة الشمس لصنع السكر من الماء وثاني أكسيد الكربون، وهنا يتجلى دور الكلوروفيل حقاً. أما المصانع الخلوية الأخرى كتلك الموجودة في البكتيريا الأرجوانية فبمقدورها إنتاج السكر أيضاً، لكن ليس بنفس كفاءة المصانع الخضراء. هذا لأن آلات صناعة السكر الخضراء أصغر حجماً، ومن ثم أقل حاجة إلى طاقة مكثفة للبناء. وفي الوقت نفسه لديها نظام أكثر فاعلية لاستخدام الطاقة الضوئية، حيث بمقدورها جمع الطاقة التي أخذتها من فوتونين معاً لتزويد النبات بقدر هائل من الطاقة لإنتاج كمية ضخمة من السكر. لذا فمن بين أنظمة حصد الضوء التي تطورت تفوق أسلوب النظام الأخضر على الأرجواني. وبوسعنا تبين نتائج تلك المنافسة كل يوم من حولنا. أقصد أن عملية التخليق الضوئي الأخضر تشكل ما يربو على 99.9% من الإنتاجية الطبيعية على الأرض. لكن هل الخواص الفيزيائية والكيميائية للأخضر جعلت تلك النتيجة حتمية، أم هكذا صارت الأمور فحسب؟ هل ثمة كوكب في مكان ما في المجرة تسيطر عليه نباتات أرجوانية اللون؟ لا ندري، لكن ما نعلمه حقاً أنه هنا على كوكب الأرض تغلبت نقاط قوة الكلوروفيل على بغضه للون الأخضر إلى حد بعيد، وربما لا بأس بهذا الأمر لكوكبنا على الأقل.